with the temperature. And the fight over civil rights in the streets went on June 11th. هكذا كانت الولايات المتحدة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. شريحة من المجتمع تطالب بحقوقها وبمساواتها مع الشريحة الأخرى، بينما السواد الأعظم يؤمن بتفوق العرق الأبيض ولا يوفر وسيلة لفرض معتقداته إلا واستخدمها، حتى وإن كان ذلك عبر العنف والانتساب للجمعيات السرية لترسيخ استعباد البيض للسود. تغيرت الصورة مع مرور الوقت، وحصل السود على ما كانوا يطالبون به، بل ودخل ابن جلدتهم البيت الأبيض رئيسا لأمريكا. ومع ذلك ما زال سعيهم وسعي من يؤمنون بقضيتهم متواصلا لتثبيت حقوقهم ومحاسبة من تسبب يوما بإيذائهم. يمكننا الحديث عن حصول مؤامرة فيما يتعلق بهذه القضايا. الناس كانوا يخشون إن تحدثوا أو أسمعوا صوتهم أن يقتلوا. ميتشل كان يتحدث عن جريمة روعت ولاية ميسيسيبي في الستينيات، عندما أضرم متشددون النار في منزل رجل سود حاول تسجيل أصوات ناخبين سود في مراكز الاقتراع. لو اتصلنا بالشرطة في حينها لقالوا لنا: أيها الزنوج، لو أنكم اهتممتم بشؤونكم لما وقعت هذه الواقعة. تحقيقات ميتشل أوصلت قبل 4 سنوات عددا من زعماء الكوكلوكس كلان إلى السجن ليقضوا ما بقي من سنوات عمرهم خلف القضبان. وصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة أعطى الأمل لكثيرين ممن عاشوا فترة التمييز العنصري باستعادة شيء من حقوقهم المسلوبة، وإن كان هذا أعجز عن تعويض فقد الأهل والأصدقاء والكرامة الإنسانية. حيدر الخير، بي بي سي.